اسم واحد. احنا لدينا عشرات الاسماء لعناصر تنتمي الى حماس، ولماذا دخلوا عبر الانفاق، ولماذا جاءوا الى سينا؟ طب لماذا لا تعلن هذه الاسماء؟ الاسماء علينا اتباعا، بس هم يعني الفلسطينيين يراوغون لانهم حركه حماس هي ذراع من اذرع جماعه الاخوان المسلمين. طب ليه مش شايفين لهجه واضحه من الدولة المصرية تجاه يعني من هم قائمون على الامر في غزة؟ يعني ماذا ليست هناك لغة واضحة؟ نحن امسكنا بعناصر منكم ونحذر الا تتكرر هذه الامور لانه هناك تصعيد. الدولة المصرية حريصة في التعامل مع هذا الملف في التفرقة بين اهل وشعب غزة. انا اتكلم على قائمين حماس، القائمين على الامور، من هم قيادات حماس الذين يقومون على الامور في غزة؟ لماذا ليست هناك اللهجة واضحة من الدولة المصرية تجاهه؟ لا، هي اللهجة بتضحك في بعض المسائل، منها وقف اي اتصالات رسمية مع قادة حماس ومنع زيارتهم، وبعضهم كان يحمل جوازات سفر مصرية وبطاقات هوية مصرية منحها لهم مرسي. كل هذه الامور تم اغلاقها. المعبر يتم الان تحت اشراف مصر كامل، ويغلق اذا كانت الامور مرتبطة بالامن، ويفتح للحالات الانسانية. لكن احنا غزة وقادة حماس ليست بالند التي يمكن لدولة في حجم مصر وقدرة مصر ان تضع نفسها في موضع الند للند. لا، حماس هو فصيل سياسي يرتكب الان اعمال ارهابية، يطبق عليه مثل اي فصيل، ويمكن ان نستطيع طبقا لهذا القرار الان اللي احنا خدناه، زي ما حماس حتى الان موضوع على لوائح الارهاب الامريكية. يعني حماس، حركة المقاومة الإسلامية حماس، هي ضمن منظمات الإرهاب اللي بتعتبرها أمريكا منظمة إرهابية حتى الآن، معتبرين كده. أنا ممكن في مرحلة من المراحل أن أعتبر حماس أيضا بالنسبة لي كمصر إذا استمرت هذه الأعمال، أن حركة حماس مش شعب غزة، هي ضمن المنظمات الإرهابية التي تعتبرها مصر منظمة إرهابية. في بالنسبة لهذه العمليات أو التفجيرات، هل ممكن نحن نقول ده استدراك لمصر أنها تقف ند بند قدام حماس؟ لا طبعا، هي حماس واخدة تعليمات من التنظيم الدولي إن عاوزة تخفف الضغط اللي معمول على جماعة الإخوان وعلى فلول الإخوان، وعاوزة تفتح جبهة في سيناء زي الجبهة اللي حاولت قطر وتركيا تفتح لنا في جنوب السودان بتدبير محاولة الانقلاب ضد سلفا كير، لأن دي إحدى المحاولات، لأن هم عاوزين يدربوا عناصر هناك ما يسمى بجيش مصر الحر في جنوب السودان. فبدأت تركيا وقطر بناء على آخر اجتماع للتنظيم الدولي كان في اسطنبول إن يفتحوا جبهة لمصر في جنوب السودان، يخلقوا قلاقل وتوتر لمصر في النواحي الجنوبية والجبهة الغربية من اتجاه ليبيا والجبهة الشرقية اتجاه حماس. هذا تخطيط للتنظيم الدولي بمعاونة أجهزة استخباراتية، وأنا لا أستبعد دلوع أجهزة مخابرات أجنبية في حادث مديرية الأمن، لأن القنبلة المستخدمة دي قنبلة تفجير هواء لا تسبب حرائق، ولكن سببت تفريغ هواء، والناس اللي ماتوا بانفجار في الشرايين في لحظة. بيقولوا إن هي يعني بتسحب الأكسجين لعدة كيلومترات من المكان. دي قنبلة غريبة تستخدم ما بتعملش حرائق. جريدة الشروق بتقول معلومات جديدة، العثور على أشلاء داخل سيارة ربع نقل لانتحار هجوم المنصورة، وبتقول الأدلة الجنائية بتضع ثلاث سيناريوهات وترجح حصول الإرهابيين على متفجرات إسرائيلية، وأن المنصورة بتقول ان يد تحمي الاخوان واخرى تحتوي غضب الاهالي. بس كل الادلة تشير الى ان العمل الذي تم ضد مديرية امن الدهلية ليس عمل من طرف واحد، لكن شاركت فيه عدة اطراف مصرية وغير مصرية، وبتدبير وتخطيط من التنظيم الدولي وبرعاية اخوانية. هذا الكلام لا احد يناقض فيه، وبيان تنظيم انصار بيت المقدس امس اكد ان واحد اسمه مريم، ورغم ما لم يفصح عن جنسيته، ابو مريم ده ايه بالظبط؟ فلسطيني ولا يمني ولا سوري ولا مصري؟ يعني لم يفصحوا عن جنسيته ولا اول مره، هم لم يحددوا الجنسيه، لان هناك يعني اعتقاد الشخص واحساس ان هذا الشخص ليس مصريا، هو احد العناصر الغير مصريه التي استطاعت ان تتسلل عبر سيناء. طب ليه يتقال ابو مريم؟ يعني اكيد ان تعرف اسمه الحقيقي. ما هم يعرفوا، ما هم خبوا عشان ده ليهم هدف برضه. ما انا بقول لك ما علموش الاسم المره دي، ودي علامه استفهام يجب ان نحلل بيان انصار بيت المقدس نقف. من هو مريم؟ اسمه الحقيقي وما هي جنسيته؟
قبل كده ابو ربيعه تقريبا حاجه زي كده. لا هم كانوا بيعلموا الاسم والكنيه بتاعته يعني اللقب، مراد اللقب دون الاسم، لان هم زي ما تقول مش عاوزين لان العمليات اللي قبل كده زي عمليه محاوله اغتيال وزي الداخليه محاوله فاشله، لما اعلنوا الاسم قدرت اجهزه الامن تتوصل لاطراف اخرى وجابتها. فهم عاوزين يعملوا نوع من التعميم، بس انا اعتقادي ان هذا الشخص غير مصري، ليس مصريا، وهو من العناصر التي كانت تحظى برعايه اخوانيه واستطاعت ان تتسلل الى داخل مصر. ايضا القنبله، انا احساسي الشخصي ان هذا الامر تم تهريبه عبر البحر، ونحن نعلم ان شاطئ راس البر قريب من المنصوره، وان عمليات تمت بواسطه اجهزه جرميه، لان هذه القنبله لا يمكن نقلها عبر المدقات الجبليه وعبر البر وكده. فاعتقد ان هذه العمليه عمليه نوعيه جدا. الادله الجنائيه بتقول او بترجح حصول الارهابيين على متفجرات اسرائيليه. أنا بقول لحضرتك هذه العملية فيها نقل نوعية جديدة من جانبهم، وفيها تعاون أجهزة استخباراتية، لأن حتى دوائر التفجير المستخدمة في هذه القنبلة غير متوفرة للمنظمات. إحنا كنا اللي بنظبطه قرابة محلية الصنع، إنما هذه القنبلة لم تحدث حرائق، عملت تفريغ هواء، أسقطت عدد كبير من الضحايا، الضحايا اللي ماتوا يعني زي مدير الأمن حصل انفجار في شرايين العين وهو قاعد في مكتبه، ما حصلوش أكتر من كده. يعني هذه القنبلة أحدثت هذا الفزع وهذا الشك، وما شفناش حريقة واحدة، وبالتالي احنا محتاجين يقظة أكبر من أجهزة الأمن في متابعة وتحليل هذا الحدث تحليلا جيدا، وإحباط أي محاولة قد يكون هناك ترتيب آخر لحوادث أخرى مماثلة، قد يكون في تهريب لأكثر من قنبلة من مثل هذا النوع دخلت إلى مصر لاستخدامها في توقيت مناسب. ومن الممكن كل من قرب من الاستفتاء كل ما تزيد وتيرة وجودهم الى العنف. واحنا عارفين الارهاب لا يمكن ان تقضي عليه مره واحده. الولايات المتحده الامريكيه قعدت تحارب الارهاب 10 سنين منذ احداث سبتمبر، يعني الى ان خرجت له خارج البلاد وذهبت الى افغانستان. فالحرب على الارهاب يجب ان نعلم انها حرب طويله، ولكن تحتاج منا الى يقظه، تحتاج منا الى عدم الفزع والرعب مع اي حدث ممكن ان يقع. ونحن كمصريين مستعدين ان نقدم المزيد من الشهداء في سبيل حمايه هذا الوطن وتماسك جبهته. مفيش اي مصري يفزع، احنا من الممكن. انا بقابل ضباط بيشتغلوا في سيناء، اما بيقابلوني بنزلك ذاته بيجوا بيقول لك انا كل يوم بطلب الشهاده، يعني نفسي استشهد، لان الشهاده مرتبه لا ينالها الا من يرضى الله عنهم سبحانه وتعالى. طيب استاذ محمود، بننتقل الى جريده المصري اليوم. طبعا حضرتك عارف قرار الحكومه بتجميد اموال منظمات المجتمع المدني، تداعيات قرار التجميد، انصار السنه بتقاضي الحكومه، وحزب النمور بيتهم الدوله بعرقله خطوات التهدئه، وزاره التضامن بتقول لم نتسلم الكشوف بعد. بس حضرتك نحن في مرحله تحتاج ان انا اتخذ قرارات حاسمه وبعد كده اشوف اراجع هذا القرار. يعني اراجع بمعنى ايه؟ ان انا الاول اعمل اجراء احترازي زي بالظبط كده، انا في حاجه حصلت امامنا التلفزيون بحط حواجز وبمنع الكل بما فيهم الموظفين ما يخشوش، وبعد ما اتاكد من الوضع وبتاع ببدا ادخل الموظفين اللي بيحملوا الكرنيهات فقط الى داخل المبنى، لكن في لحظه من اللحظات الكل بيمنع من الاقتراب من زوجته. احنا في لحظه لازم كل واحد عليه شبهه، يعني عليه شبهه او عليه قرينة ليس الدليل، يجب ان يتخذ هذا القرار بالمنع حتى اتأكد مين بالظبط منهم عليه علامة استفهام، واذا كان في بعضهم يستحق ان انا ارفع عنه هذا الاجراء الاحترازي فانا ارفعه. يعني دي قضية مش مزعجة، والجمعيات متقعدش تزعج، لان احنا جمعيات احد مصادر تمويل مظاهرات الاخوان حتى الان. يعني الجمعيات استغلت اسوأ استغلال من جانب هذه الجماعة وايضا من جماعات اخرى، والتمويل اللي دخل مصر في الثلاث سنين اللي فاتوا تجاوز الخمسة مليار جنيه، وبعض النشطاء مش هنتكلم عن مين ولا مين ولا مين، لكن دي كلها بالوثائق والمستندات. النهارده اللي زعلان لان غالبا التمويل اتقفلت. استاذ محمود، غالبا لما بيتقال بالوثائق والمستندات لا بنشوف الوثائق. لا طلعت الوثائق والمستندات، طلعت الوثائق والمستندات، طلعت حركه 6 تمويل طلعت الوثائق، وهم عاوزين يقاضوا الاتصالات عشان التسريبات ومش عارف. لا طلعت الوثائق، وطلعت وثائق انهم حصلوا على اموال. لا طلعت الوثائق، طلعت وتقدمت للنيابه، تقدمت للنائب العام، اتحددت الدول اللي خدوا منها والدول والمنظمات اللي تعاملوا معاها. حضرتك قريت الخبر ولا يعني قريته؟ انا قريته وتابعته. يعني انا قريته وتابعته. لا الامور ديت اصبحت الان لا يرقى اليها مجالا للشك،
وحتى انت تشعر ان هذه الجماعات بقت الصوت بتاعها بقى خافت واقل الانشقاقات اللي حصلت بينهم. ما تسمع المنشقين عليه وتسمع هذه الحركة اللي انشق طريق الخول وخرج. حضرتك يعني الحكومة ما بتقدمش بديل، يعني بتقول ايه ما فيش تمويل من الخارج. طب اصلا مثلا المنظمات اللي زي دي هي يعني على الاقل في الدول الاجنبية بيكون لها تمويل من وزارة التضامن من الحكومة. احنا حكومة فقيرة يعني، مثلا انا عايز اعمل منظمة مثلا خيرية او عايز اعمل منظمة سياسية بتهدف الى تحسين الوضع الديمقراطي في مصر، اجيب فلوس منين؟ هروح لرجال اعمال مثلا ليهم اهداف محددة او هتلقى الحكومة نفسها بتتلقى دعم من الخارج؟ الجمعيات فيها نوعين، جمعيات معينة وجمعيات غير معينة. في عجالة لو سمحت طبقا لقرار اشهرها. لكن انا في فرق بين التمويل المحلي والتمويل الاجنبي. الامر التاني لازم الامور تخضع لرقابة مالية صارمة. مفيش جمعية من دول عدمت حسابات ختامية ليها. اتحدى لو في جمعية عقدت جمعية مومية لها وقدمت حسابات حول مصادر تمويلها، هذا امر لم يحدث. احنا كنا في حالة فوضى وانفلات وجاء الوقت لكي نسد كل هذه الثغرات. احنا في النهاية بنشكر الاستاذ محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، شكرا على هذه الجولة السريعة في قراءة صحف اليوم. شكرا لك يا استاذ محمود.